يوسف اتفضل كمان. شكرا ليك زميل عزيز كابتن سيد عبد الحفيظ، وشكرا موصول لضيوفك الكرام وكل مشاهدي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. سعيد ان اكون معي كابتن محمد يوسف مدير الجهاز الفني مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن يوسف مبروك، فوز مستحق في اول مشوار النادي الاهلي، تعادل ثم فوز على النادي المصري، خصم عنيد قوي، قدمت مباراه طيبه، بقول لك مبروك بجد. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر ربنا على الفوز بتاع النهارده واللعيبه، وطبعا قبل ما اتكلم بمسي طبعا على الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن حمد صدقي والكابتن طارق العشري والكابتن اسامه حسني. مباراه طبعا انت عارف مباراه صعبه، ودايما المصري والاهلي دايما مباراه صعبه جايه في بدايه الدوري مع المباراه اللي فاتت كمان، لكن الحمد لله النهارده قدرنا نطلع بالثلاث نقاط. بشكر اللعيبه جدا، لان تركيزنا كان بادئ من مباراه الاسماعيلي، ودي ادتنا النهارده كانت باينه جدا في ادائنا، رغم طبعا يعني وجود بعض الاصابات واجهتنا في زي اصابه السوليه، لكن قدر هشام محمد انه يشتغل بشكل طيب جدا، وكمان زمايله اللي نزلوا سواء ايمن اشرف او صلاح محسن. في النهايه احنا الحمد لله طلعنا بثلاث نقاط، ادينا مباراه انا شايف مباراه كويسه، كنا ممكن نقدر نضاعف النتيجه في المساحات الخلفيه للنادي المصري، خصوصا بعد ما لعبوا ناقصين نتيجه اصابه اسلام صلاح، لكن في النهايه بتخرج بالهدف من المباراه. نتمنى ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن، ونتمنى ان احنا نداوم على المستوى ده. وبالتالي كمان عايز اشكر اللعيبه، مش عايز انسى اللعيبه، النهارده كانوا مركزين جدا، حالتهم احسن كل مباراه، انت عارف كل مباراه نمشي في الدوري الحاله البدنيه بتبقى احسن، الحاله الفنيه بتبقى احسن، دي مهمه جدا ان احنا من المباراه الاخرى بنطلع خطوات لقدام، فنتمنى ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. تغييرات المباراه كانت مختلفه، هدف مبكر، هدف ادى اريحيه للنادي الاهلي، لكن في كم قوه واندفاع كبير جدا من هجوم النادي المصري، حتى كذلك تغييرات كابتن حسام كلها كانت هجوميه وكثافه هجوميه غير طبيعيه على النادي الاهلي، لكن انت اكيد اتكلمت مع المدافعين وخطوط الظهر من التركيز والاهتمام بالكرات عشان ما يقدرش يوصل لهدف. بص، هو طبعا في البدايه مستر باتريس كارترون طبعا كان كلامه في المحاضره واستعداداتنا من قبل المباراه بايام ان احنا لابد ان نبقى اقوياء دفاعيا، مهم جدا في المباريات اللي النادي الاهلي بيلعب فيها مع اي خصم، لازم انت تبقى قوي دفاعيا، لازم تبقى ما بتستقبلش جوان، في النهايه انت هتقدر تجيب في اي وقت، لكن اللي انا بقوله ان المباراه دي الهدف المبكر لسليف بالاضافه لصلابتنا في الحته الدفاعيه هي دي اللي ادتنا تفوقنا. عايز اقول برضو ان انت بتشتغل بشكل مميز جدا في الاستحواذ، قدرت تمسك نص الملعب لان حسام حسن كان بادئ بثلاث لعيبه في وسط الملعب على اساس ان هو يقدر يمسك نص الملعب بتاعنا ويلعب على الهجمات المرتده عن طريق اسلام عيسى واحمد شكري مع وجود اللي هو المهاجم الفلسطيني احمد وادي. فاللي انا عايز اقوله ان في النهايه انت يعني بتحط سيناريو للمباراه، احنا اهم حاجه ان احنا نكون اقوياء دفاعيا. انت غيرت المتغيرات طبعا، واحنا ادينا المباراه زي ما بقول لك بسيستم 4-2-3-1 بتغيير طبعا افراد في مراكز مختلفه زي نزول ايمن اشرف والدفع بعلي معلول في الجانب الايسر، ويبقى ميدو جابر في الجانب الايمن، ووليد سليمان هيبقى رقم 10، دي نقطه كانت مهمه جدا. ناصر ماهر النهارده ادى برده بشكل، لكن وليد سليمان كمل الشغل بتاعه. اللي عايز اقوله كمان التغييره الثالثه، صلاح محسن كان مستر باتريس كارترون عنده وجهه نظر ان صلاح ينزل يستغل المساحات اللي هي موجوده في خط ظهر المصري، وايضا ما تاخرش شويه يا كابتن، ما تاخرش شويه التغيير. لا لا لا, 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 لا انا شايف التغييرات، والراجل بياخد تغييراته باوقاتها اللي هو شايفها، استشير الجهاز بتاعه، لكن في النهايه شايف توقيتاتها كويسه جدا، انت لازم تبقى حذر في كل تغييره بتعملها. اديك شفت النهارده المصري لعب ناقص، استغل الثلاث تغييرات بتاعته، فالموضوع مش عدد دقائق، الموضوع توقيت معين بتبقى شايف محتاج ان انت تعمل التغييره. طمنا على السوليه. السوليه هنطمن عليه من الدكتور، لكن هو عنده يعني زي شد في الخلفيه، الفتره بتاعته مش هتحدد دلوقتي، لازم تتحدد بكره بعد ما العضله تهدى، لكن نتمنى ان شاء الله نكون حاجه خفيفه ان شاء الله. شكرا، مبروك. يمكن حديث كابتن محمد يوسف مهم، دفعه كبيره جدا للنادي الاهلي بعد الفوز على المصري، ثقه كبيره من اللاعبين، مباراه كبيره، هدفين مقابل لا شيء، مبروك للنادي الاهلي وجماهيره. وعوده ليك زميل عزيز كابتن سيد عبد الحفيظ والزملاء في الاستوديو.